حلقة مميزة، احنا موجودين في مدينة الطفل، لكن زي ما عودناكم كل مرة عندنا خطة بديلة. فلو مفيش أطفال جم في حلقتنا النهاردة، هنعمل لكم حلقة مميزة أتمنى تتابعونا فيها. في مدينة الطفل اللي احنا هنحضره حاجات بسيطة، احنا عندنا ضيوف هم موجودين اصلا، في منهم جم وفي منهم لسه هيجي بعد شوية. على كل الاحوال الحاجات اللي هنعملها حاجات بسيطة، انتوا حتى ممكن في البيت ممكن تنفذوها وتعملوها. في عندنا مجموعة الشيفات اللي هم معظم الشيفات اللي كنتوا بتشوفوا، شيف اسماعيل وشيف عادل وشيف فادي، بين لهم بيبقوا خلف الكواليس، لكن النهارده احنا جايين كلنا علشان نحضر للمجموعة اللي احنا شايفينها بتلعب وفي منهم موجودين جوه في المدينة. خلال الحلقة هتشوفوا فعاليات كتيرة. على كل الأحوال اللي احنا نعمله ايه، جبنا حاجات صغيرة كده زي فكرة البقسماط الصغير، ممكن نشتريه جاهز او ممكن نجيبه ونكسره لو حبيتوا تعملوه. شفتوا الوصفات كتير، لكن وصفاتنا النهاردة مش موضوع وصفات نكتبها، لا، هي افكار نعملها وخصوصا لأطفال صغيرين. اسهل حاجة ممكن انا بحطها هنا في لبن اللي هو الزبادي، او لو حبيت نحط هنا شوية منه في قلب يعني البقسماط، بحطه في زبادي وبعدين بحط عليه شويه سماء، او ممكن احط زعتر. في طحينيه ممكن نستعمل طحينيه، يعني ممكن لو عندي الطحينيه او الطحينه او الحمص، حتى ممكن اخد شويه حمص وبعدينهم بيها وبحطهم في شويه سماء، على اساس ان دي تبقى فكره ظريفه للاطفال، وخصوصا ان ممكن للاطفال اللي هم موجودين النهارده حاجه يشاركوا معانا، يعني هيطبخوا معانا ويجهزوها لزمايلهم، فهنعمل لهم شويه من الموضوع دوت او من النوع دوت. الحمص نفسه قبل ما بنسلقه او بعد ما بنسلقه وقبل ما نستخدمه، ممكن اعمله هو كسلطه، يعني ممكن ناخد شويه صغيرين هنا من الحمص. والسلطه مش لازم تبقى سلطه حمص، يعني الحمص كحب ظريف ليهم هم، يعني حاجه شيقه ان هم ياكلوها كحمص حب. بحط عليه شويه صغيرين هنا اهوت من عصير الليمون، شويه صغيرين من عصير الليمون، وشويه صغيرين من نحط لهم هنا من البابريكا، طبعا مش شطه، اتاكدوا الحاجات ديت بتبقى مهمه جدا في الحاجات الصغيره ديت. ولو حبينا ممكن نحط، حطيت لهم شويه ميه، في زيت ممكن لو في زيت احط لهم شويه ليمون. اوكي، حطينا الزيت والليمون. اوكي، وديت هتكون مش لازم بقى ملح وفلفل، يعني هي نفسها طريقه التقديم هي اللي هي الاختلاف. يعني انا لو جبت كوبايات صغيره نحطها قدامهم من اهو ونعبي شويه من دول، يعني تبقى الحمص نفسه حاجه من الحاجات اللي هم ممكن ياكلوها. حطها هنا شويه صغيرين في كل كوبايه، ولو حبينا في الكوبايات نفسها الحاجات اللي احنا عملناها اللي هي بنفس الفكره العيدان الكبريت وفيها الزبادي والحمص والطحينه، ممكن بنحطها هنا اهوت، حطها كده. ولو حبيت في كوبايه من الكوبايات ناخد شويه من الطحينه او الزبادي، يعني بحط شويه صغيرين نوت من الطحينه ولا الزبادي جوه الكوبايه. ومش لازم يبقى كله خبز، يعني ممكن احط هنا خضار، نجيب انواع خضار، فلفل، جزر، نحط هنا شويه من جزر، خيار، شوف كله ممكن احنا نعبيها، نعبي من تحت، يعني ممكن اجيب الكوبايه واعبيها من تحت، احط من تحت اذا كان زبادي نحط واحده هنا، ممكن يكون زبادي او لبنه نحطها تحت. وممكن بعد كده هم يختاروا اللي هم عايزينه، نحط لهم شويه من الخيار ونجهز لهم، يعني نجهز لهم شويه حاجات، بنجهز للموجودين هنا وهم يجهزوا معانا حاجات تانية. هنا ممكن في فلافل، جبنا فلافل، حتى لو الفلافل حجمها كبير ممكن هي الفلافل نفسها تتقطع حتت صغيره. شكرا فادي.
بنجيب الفلافل بنقطعها حتت صغيره، ونشوف الاطفال عندنا حاجات شيقه زي الطماطم يضغطوا عليها بتطلع العصير بتاعها في بقهم، فبتبقى حاجه مختلفه وظريفه. فممكن اجيب قطعه فلافل، طماطم شويه صغيره هنا، ممكن قطعه من الجبنه بنحطها على اساس نعمل لهم السياخ. يبقى فكره السياخ ممكن تكون بالخضار برضو، نفس فكره الخضار، يعني اقطع قطعه من الخضار، ممكن يكون خضار بس، نحط طماطم الوان، انواع طماطم الوان، ومعاها جبنه واحده تانية هنا، وديت ممكن تبقى للي عايز فلافل، وللي عايز ممكن ياخد حاجه بس من الخضار او الجبنه. طالما استخدمنا السياخ، في عندنا هنا قبل ما نسيب السياخ اللي هي معموله من نفس الفكره، السياخ اللي هي الخشب، في السياخ اللي هي الصغيره او عيدان الخبز الصغيره ديت. فكره البسكوت، يعني البسكوت بنجيبه جاهز مش محتاجين احنا نعمله. بجيب شويه من اللبنه نحطهم جوه البسكوت، وبجيب شويه هنا هوت من البسكوت واحطه جوه، يبقى عندي التوليفه او التركيبه اللي بحطها. نحط شويه هنا هوت كأرجل لو تخيلناها، واتاكد ان عندي كميه كفايه تمسكها في النص. حط شويه هنا اهو وبعملها، فديت ممكن تكون شمس، يعني كده ممكن اعملها وتبقى شمس. لو وجهت كل البسكوت في اتجاه واحد كده اهوت مثلا، ممكن نخلي الطفل يتخيل ان اللي عاملينه دوت اكنه، يعني دوت الفكره بتاعته اكنه وش، وممكن يحط عينين ويحط يشكلها بطريقته، يعني يحط هنا عين يعمل بق. فتبقى الالعاب والحاجات اللي هم بيعملوها حاجه من الحاجات اللي هي المميزه، او اللي هي ممكن يفتكروها في رحله زي اللي احنا فيها دلوقتي، ممكن تبقى حاجه مميزه ومختلفه. بنفس فكره السياخ هنا اسمها كفادي زي ما الشيف عادل بيعملها، نفس الفكره هيبقى الفاكهه. عندنا فاكهه نوع مثلا زي الفراوله، بيحبوا الالوان، الوان مهمه جدا. عندنا هنا فراوله، عندنا اللي هو الشمام، وممكن شويه من العنب، اناناس، يعني الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجوده من نفس الحاجات دي، هنقطعها ونعملها زي سلطات، قطع صغيره هنا من سلطه الفاكهه. لكن الاساس في الموضوع ان احنا بنحضر هنا هوت لمجموعه من الاطفال، مجموعه من المشرفين، مجموعه من الاهالي. جزء من حلقتنا النهارده ان احنا بنعمل لهم احتفاليه ليومهم الخاص بيهم في مدينه الطفل. واحنا معاكم على الهواء اثناء ما الشيفات هنا بتحضر التجهيزات ديت، بنحب ننوه على بعض المعلومات اللي عايزين نشارك بيها اللي احنا اتعلمناها. اولا ذو الاحتياجات الخاصه هو جزء من المجتمع، هو واحد مننا حصلت له ظرف او طارئ، فمر بمرحله ان هو ما بقاش يقدر يستخدم جسمه كله. حاجات من اللي اتعلمناها النهارده، لما بيبقى حد قاعد على كرسي او ماسك عصايه او عكائز، بتبقى جزء من الجسم بتاعه، فمش مفروض اسند على الكرسي، مش مفروض امشي او اخد العصايه العب بيها او اعمل حاجه زي كده. الحاجه الثانيه ان الاماكن الخاصه بيهم، اذا كان دورات مياه او اذا كان مكان خاص لصف السيارات، نتاكد ان احنا بنامنها وبتكون ليهم. على كل الاحوال اللي احنا بنعمله دلوقتي بنجهزه، هالنادي المشرفين واللي موجودين هنا والنادي الاطفال، وفي حلقاتنا مش احنا بس اللي هنطبخ، هنجيبهم ويكونوا جزء من حلقاتنا النهارده ان شاء الله. طول بالنسبه للي احنا عملناه كافكار ممكن تتعمل هنا في المكان جايين، زي ما انتم شايفين ما خدتش مني وقت ولا مجهود، كانت حاجات كلها ما بين خضار حطيته في قلب كوبايات، الكوبايات شفافه، حسب كل واحد حابب يعمل ايه. وبالمناسبه هم هيكونوا جزء، يعني انا ما هيدوقهم اللي احنا بنعمله، بعد كده يبقوا جزء من اللي احنا هنطبخه ويطبخوا معانا ان شاء الله في خلال حلقتنا النهارده. هم بيختاروا، يعني في ناس بتختار بتقول لك انا عايز جزر، عايز برتقان، يعني حد عايز يكون فاكهه، فبنسيبهم ياخدوا اللي هم عايزينه. فهو يوم لينا احنا نتعلم هم حابين ايه اكتر من ليهم هم.
دلوقتي احنا هنجهز جزء تاني مهيك. انا هوري مهيك هتعمل ايه. هنعمل حاجات ظريفه يعني، كلنا عندنا الخبز، هنجيب الخبز دوت هنعمله سندوتشات. ممكن نختار هنا، ممكن يكون مرتديلا، ممكن اختار انواع تانية من الجبنه. وبعدين هنجيب برضو نفس نوع العيش انواع صغيره، يعني هنجيب هنا العيش الصغير هنا اهو، يعني دوت بيكون الفكره بتاعته ان انا بعمل ايه، قطعه كبيره وقطعه صغيره. ديت هنعملها على اساس ان هو يبقى كانه طائر جيم هيك. هنعمل له عين صغيره، هناخد شويه هنا من الجبنه نحطها هنا اهوت، وهنحط له من البصل حتى هنا. هنعمل له الرجلين بالبصل، بمسك هنا اهوت بصله واعملها كده كرجل، ونجيب واحده تانيه هنا اهوت ونعملها كرجل هنا اهو. كده عندنا بقى الطائر، يبقى ناقص له هنا ان احنا نحط له البق، والبق كده يبقى ايه لونه احمر. بس يبقى دلوقتي مهيك هتعمل لنا شويه من السندوتشات. اعملي اعملي كتير عشان كل دلوقتي. مريم هتبقى برضو جزء هنا. ازيك يا مريم، عامله ايه يا مريم؟ كويسه؟ تحبي تعملي ايه يا مريم؟ نعمل مع بعض ايه؟ ممكن نعمل مع بعض تعملي زي ما هيك بتعمل كده اهو. هجيب لك الخبز الصغير. اوكي؟ اوكي مهيك. اوكي مريم، انت هتاخدي ده هتفتحيه من هنا كده اهو. اوكي؟ وتحطي مره واحد هنا اهو. خلاص؟